بين هذه الهضاب تقع منطقة ريدة المعارة بمديرية غيل بنيامين الجاثمة على أكبر حقول إنتاج النفط في البلاد. يعيش أهلها حياة البؤس والمعاناة فيما تحيط بهم أنابيب النفط المستخرج من أراضيهم. الحرمان هنا لا حدود له، فهذا هو المستشفى الوحيد في المنطقة والذي تأسس في منتصف الثمانينات. يفترض أنه يقدم خدمات طبية متكاملة لنحو 30,000 نسمة، لكنه اليوم بات شبه معطل ويفتقد للكادر الطبي. هذا المركز يخدم مناطق كثيرة وتأتي إليه من مديريات أخرى، يعني يحتاج إلى جهاز أشعة تلفزيونية ويحتاج إلى أخصائيين وكادر طبي متكامل. يعني تحس المواطن ممكن يتحرك إلى المكلا بالسيارة علشان شيء بسيط. المعدات الطبية هنا بدائية، فلم يتم تزويد المستشفى بأي معدات جديدة منذ افتتاحه عدا عن سيارة إسعاف تبرع بها عمال شركة بتروماسيلا. أما المختبر فيفتقد للأجهزة والمحاليل. الأجهزة قديمة، من تأسيس المركز الصحي لا توجد، لا توفر المحاليل، حتى جهاز سي بي سي غير موجود. أكثر الفحوصات لا توجد عنها نحول المريض إلى المكلا أو سيول. العديد من النساء الحوامل في المنطقة والمناطق المجاورة لها قضين نحبهن أثناء عملية نقلهن إلى مستشفيات المكلا التي تبعد نحو 300 كيلومتر نتيجة لعدم توفر خدمة التوليد ووجود القابلات هنا. هذا العمارة أقول لك أو البناية عام 1995 لم تبني، على أساس أنها غرفة وضع، مجهز لغرفة وضع، إلى حد الآن لم تبني ولا يوجد أي خدمة تقدمها هذا المرفق للوضع. الحالات تذهب إلى المكلة من هذه المنطقة، وعدة حالات تموت في الطريق بسبب عدم الإمكانية موجودة لدينا هنا. ومع استمرار التجاهل لمعاناة أبناء مناطق الامتياز النفطي بحضرموت من قبل الحكومات المتعاقبة، يجد أبناء تلك المناطق أنفسهم مجبرين على تجرع عناء السفر وقطع عشرات الكيلومترات لإجراء أبسط الفحوصات الطبية، ما يزيد من أعبائهم في ظل أوضاع معيشية هي الأصعب. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية غيل بنيامين.